صباح الخير مشاهدينا الكرام، وياكم عمر العاني من أتلانتس جيم. اليوم خلينا نحكي على موضوع القيم الغذائية اللي موجودة بالغذاء أو بالأكل بشكل أصح. موضوع الأكل يعني يختلف، إنه إذا كان يعني مثل ما نعرف إحنا الأكل مالتنا هسه كله متجمد ومعلب، هاي يعني قل من قيمة الغذائية ما تعرفوا المواد الحافظة تقلل من قيمة الغذائية طبعاً. فبالتالي يعني أنت من تجي تحسب كمية البروتين اللي عندك أو كمية الكربوهيدرات اللي عندك، أحسبها، حاول إنه تحسبها وراء عملية الطبخ. أكو هواي لواعي يدخلون هذا الموضوع وراء يقول لك هذا أنا طبخت هالقد وراها صار هالقدوتة أو أنا ما استفادت من عنده أو مثل اللي كتبت لي إياه. لا حبيبي عزيزي، أنت أول شيء تقيس الغذاء مالتك وراء عملية الطبخ زين، فبالتالي تحصل على بروتين انت اللي كاتبه او انت مدرب الكاتب لك اياه بشكل اصح. فتختلف البروتين من اللحم الى السمك الى صدر دجاج، يعني كل تتفاوت هاي النسب من هنا لهنا. اضافه للكربوهيدرات، الكربوهيدرات اكو منها المعقده، اكو كربوهيدرات اللي سريعه الامتصاص، او كربوهيدرات الطويله الامد. فبالتالي انه حاول تقسم الاكل مالتك بشكل اصح. اضافه للخضروات الموجوده، الخضروات الموجوده طبعا كليتها مثل ما نعرف ان هي تزيد عمليه الدم، عمليه الصراع بالدوره الدمويه، لان تزيد عمليه تدفق الدم داخل الخلايا العضليه. اضافه للاهم شيء اللي هو البروتين. طبعا احنا متفاوتين ان يقول لك انا اصعد كربوهيدرات او اصعد بروتين، شنو اللي نسبه بيناتها؟ طبعا كربوهيدرات من تصعد على الوضع، البروتين حسب وضع الجسم. طبعا وضع الجسم هو اللي يحدد لك انه شنو كنت انت تقدر تاخذ بروتين اعلى، كربوهيدرات اعلى، كربوهيدرات متوسطه او معقده او سريعه الامتصاص. هذا كليتها اكيد او المدرب يكتب لك اياها، بس نبدا مختصره انه نقول انه كربوهيدرات سريعه الامتصاص حاول نخليها انه بالليل سريعه، او والبروتينات الطويله الامد نخليها بالصبح، لان الكربوهيدرات مثل ما نعرف هي تدخل بها نسبه سكريات احاديه كلش ضعيفه اللي هي تبدنا بعملية الطاقة، تقدر تمارس حياتك اليومية، تمرينك بشكل صحيح، فتعطيك شكل أوسع أو شلون نقول مريح للعضلة. كمية البروتينات، كمية البروتينات يعني الزايد ترى ينطرح خارج الجسم، لأنه البروتين الزايد يعني أدي إلى هواي مشاكل، فإحنا نبتعد عن البروتينات الزايدة، ندخل البروتينات مستفاد من عندها الجسم بشكل صحيح، مثلا البروتينات اللي هو سريع صدر دجاج اللي هو سريع الامتصاص طبعا، نسبة الفات مالته تقريبا 1%. السمك تختلف انواع السمك، السمك انواع هوايه مثل ما نعرف احنا، كل نوع من هاي الانواع يختلف الفات مالته عن الاخر. اضافه للحم، اللحم يعني بدون دهون او بدون نقول بين قوسين اللي او هيك، اللحم الاحمر الصافي شو اسمه البروتين مالته كلش عالي. طبعا يختلف ايضا من لاعب لاخر كميه استفاده الجسم بصدر دجاج او باللحم او بالسمك، تتفاوت من لاعب لاخر. الكربوهيدرات مثل ما قلنا عليها نبتعد كل البعد عن السكريات، عن الدهون، عن الغازيات، لا بيبسي لا صمون، هاي سوالف كلها تعرفوها. ان شاء الله نجي على امور اخرى. تحياتي لكم، ان شاء الله نكون ما طولنا عليكم. عمر العاني من أتلانتس جيم.